شلون؟ اني اجيت اصير يمك متحري عم نعمان بس صرت مهرج. ايش تسوي يا ابني؟ احنا مكتوبتنا نصير مهرجين، ندبرها حتى غير. والله لو ناريني تشوفني بهالحاله قبل تطلقني والله. احنا لبسنا هذا اللبس حتى القصاب ما يعرفنا، يلا تعالوا نفوت جوا. يلا. مرحبا اخواني. مرحبا عيني، تفضلوا. شفت يا غبي، حتى اخويا نوري ما عرفني بهالحاله، يعني القصاب ما راح يعرفنا ابد. شفت الذكاء؟ صحيح كلامك عم نعمان. يبو علي كفال، يبو حج نعمان. با عرفوني لكم شنو هاللبس لقالق قلبي. حج نعمان، واخيرا لقيت لك شغله تناسبك. نعمان خاطر الله ما تفهمني، ايش بيك؟ كل دقيقه لابس لي لبس شكل. ايش بيك بابا تخبلت؟ عيب عليك، ما يقولون هذا ايش بيك؟ اي شنو سويتش عمو؟ اكيد خاف بعدين يجون بلبس مال راقصات عمو. والله كلش راح يلوق الحج نعمان. اسكت انت، لا تحكي ابد. اقلها ما صرنا راقصات وما لبسنا مثل النسوان مثل ما سويت بينا. من وراك بالغابات ثلجت وظهري الشنج واخذت برد. ايه عمو نعمان، ليش هيك لابسين؟ هسه باوع، احنا دراقب قصاب، هذا القصاب طردنا من قدام المحل ففكرنا وسوينا هيك حتى ما يعرفنا، ولهذا السبب لبسنا هذا. لبسنا حتى ما يعرفنا. ايه هيك يعني. الله يكملك بعقلك يا رب. ده تقول بالعقل مو جبالي. ما دام احنا لبسنا هذا اللبس مال المهرج، خلينا نوزع هاي الكارتات على العالم، يعني خوش فرصه. شلون عقلي؟ لا عمي صدوق، عقل عندك عقل. عافيه. يلا عم نعمان اوف العقل، خلي نروح للشغل. يلا يلا امشي نروح، في مال عيني في مال. يلا بالله، حتى هذول الزوجه وراح يطلقون، واني ليها السبب لقيت لي احد. ما يصير. ربي لا تباهوا على حالي انت. تاخذ؟ من تحتاجون تاكسي خابروا على هذا المكتب، تمام؟ بلاش. اقول لك ترى القصاب ما عرفنا. ها ايه انا هم ما عرفته. مرحبا عمري. قلبي هلا 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 بيك حبيبي. فدوى القوت. كلش حلوه انت. اشكرك. يلا تعال. القصاب بدأ يذبح لحم مو قانوني. يلا صور صور، يلا بسرعة ولك بسرعة. اضحك عم نعمان راح اصور. ليش سووا لك زمال؟ ليش تصور لي ليه؟ انت غبي؟ لك صور القصاب. صح كلامك. صور صور صور. وين راح القصاب؟ لك جوا يا زمال جوا. باع 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 هناك تشوفهم؟ احنا على ما نحل الموضوع اخذوا فره وتعالوا بعد ربع ساعه. تمام. باع هذولا يمكن هم محققين مثلنا مو؟ ايه اكيد هم هم محققين ولبسوا مثلنا حتى ما يعرفوهم. والله خوش فكره. باع فاتوا على المحل مال الذهب، يجوز الصايغ هم عنده صديقه دا يسوي شغله غلط ودا يخون مرته يمكن. والله الدنيا صار وسخة، ما نعرف أبو المخضر شي يسوي لعد هسه. هم موعد لوحده وأكيد ديخل مرتهم. تفضلوا عيني، شلون أقدر أساعدكم؟ يلا خلي الذهب هذا تشيز بسرعة. راح أسوي اللي تريدوه بس لا تضربون. بسرعة يلا بسرعة. بسرعة يلا استعجل. لا خلي أخويا. جيب تشيز جيبه. الله ينعلهم ذولا، وين صاروا؟ أنا مو قلت لهم بعد ربع ساعة تعالوا؟ نسيت أنطي الذهب اللي بالمجر. طلع صوت طلقات من محل الذهب. ولك غبي، معقولة؟ امشي امشي، خلي نروح خلي نشوف شكو. يلا الحقني خلي نشوف. ايش صاير هنا؟ ضاربهم عم نعمان. انهزم ابني انهزم انهزم، راح يقتلنا. لا تنهزمون. اوقف اوقف هنا. ايه انهزمنا. اصعد اصعد. الو شرطة ساعدوني باقوني. الحرامية كانوا بلبس مهرج انهزموا بسيارة سودة كبيرة. أعطيك الرقم هسه. اي والله رحم الله والديكم، الا شويه كان ذبحنا هذا الصايغ. والله كان متنا. والله كان قتلته.
ايش قد جبتوا ذهب؟ شو جيب التشيز؟ لك اخوي فارس انتو جايبين المحل كله. صار مثل ما نريد بالضبط. لك دقها. ويلي يا عم نعمان، احنا بنص الحرامية وما عدنا خبر، وانت هم قالوا عليك فارس. لا تحكي لا تحكي، عبالهم احنا من جماعتهم، ما عبالهم هم هذولك بقوا هناك. اسكت لا تفضحنا. الحرامية اللي بلبس المهرجين طلعوا بسيارة سودة كبيرة على طريق الغابات. انطيك رقم السيارة 34 فاء كاف 34 94. اكرر 34 فاء كاف 34 94. تلقيت كافة المعلومات سيدي، واني كلش قريب على المكان، دقائق واوصل ان شاء الله.